طب بالمناسبة، هل لو أنا مثلا بشارك في الطاولة تمام، هل معناه إن أنا لازم أفضل في الطاولة بس؟ لا، أصل ليه بقول لك الكلام ده؟ يعني رواد المقاهي بصفة خاصة هتلاقيهم في اللعبتين دول يعني حريفة قوي، سواء طاولة أو دومن. فهل اللاعب لازم يكون متخصص في لعبة واحدة من الست عشان يكون تابع للاتحاد، ولا ممكن يبقى فيه مثلا لاعب بيمارس رياضتين ثلاثة من الستة؟ لا، احنا الاتحاد عندنا بيتيح عادي ان انت ممكن تمارس في رياضة او اتنين او ثلاثة او ستة كلهم، مفيش أوكي. مشكلة عندنا ان شاء الله. طب ممكن اسأل معلش طبعاً. اصلا ازاي الناس انضمت؟ يعني حضرتك الفكرة جات لك لان من بره يعني تحديدا فتعمل الاتحاد، ولكن ازاي الناس شاركت؟ يعني انا دلوقتي واحده هاوي عادي بلعب طاوله كل يوم، بلعب دومينو كل يوم، ازاي بقى افكر ان انا بقى عايزه انضم للاتحاد وانافس وحاجات زي يعني؟ احنا اول حاجه بدأناها عملنا دوري التحكيم عشان يبقى عندنا حكام موجودين للعبه. تاني حاجه عملناها ان احنا الوزاره ساعدتنا الحمد لله ان هي بعتت تعميم لكل المديريات عن طريق المديريات هتبعت للانديه، وبالتالي الانديه ومراكز الشباب هتبتدي تشارك عندنا. احنا باب المشاركه هنفتحه ان شاء الله من اول 8 اتحاد التجديد طبعا، فلسه ما عندناش يعني لسه باب المشاركه هنفتحه، كنا بنخلص القوانين بتاعتنا وكل ده اكيد، وهنفتح بقى ان حقك انت كشارك عن طريق نادي او عن طريق مركز شباب، او لو عاوز تشارك كلاعب حر عادي ده متاح كله في الاتحاد. كله متاح. هل فكرتوا مثلا في ان انتوا يعني من ناحيه ان انتوا تزودوا قاعده انتشار الالعاب المختلفه، ومن ناحيه ثانيه يبقى عندكم نواه جيده لابطال مستقبليين، فكره ان انتوا مثلا تروحوا للمدارس تساعدوا على نشر الالعاب دي في المدارس المختلفه؟ احنا اول حاجه عملناها عملنا الحمد لله توأمة مع الاتحاد الرياضي للجامعات، وعن طريق الاتحاد ده طبعا هنشارك في البطولات بتاعتهم اللي هم بينظموها، وان شاء الله هنعمل توأمة برضه مع الاتحاد الرياضي للمدارس. ده غير ان احنا ناويين يعني مقسمين الجمهوريه 5 قطاعات، في كل قطاع هنعمل فيه زي بطولات توجيه لكل لعبه، وبدأناها مثلا في التيك بول عملنا في الساحل الشمالي بطولة كانت توجيهية قعدت 10 أيام، عرفنا الناس اللعبة وزي القوانين بتاعتها، وعملنا لهم بطولة في آخر يومين شاركوا فيها، وهبادئين في كده إن شاء الله بإذن الله.